نرجع لاخبارنا مره اخرى، هنتكلم عن محمد محمود لاعب النادي الاهلي، وهو شكر كل جمهور النادي الاهلي وقال لهم ان هو ان شاء الله بعد 8 شهور او من 6 ل 8 شهور هيرجع افضل من الاول. خلاص الموضوع الرباط الصليبي، طبعا زي ما حضراتكم شايفين هو ده فيديو لمحمد محمود بعد اجراءه العمليه، واتكلم محمد وقال ان هو هيرجع افضل من الاول ان شاء الله، لان هو لسه لعيب صغير وان شاء الله يستفيد منه النادي الاهلي، وهو بيشكر كل جماهير النادي الاهلي على وقفتهم في بعد اصابته ودعواتهم ليه. طيب